والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يا رب أوقاتكم بكل خير. اليوم ناويين نسوي مقلب على مفاجأة لجوانا. موعدنا بكرة عشان نستلم القطوة، لكن إحنا الحين موجودين في الشلتر اللي هو ملجأ الحيوانات، بنحاول إنهم يعطونا قطوة، وبدل القطوة بناخذ ثنتين، فبنحاول نصدم فيها جوانا، يمكن نقول لها ما أخذنا شيء، ما نبي قطاوة، وبعدين نفاجئها. بس يا ولد، فما أدري كيف والله بيروح المقلب، ولكن إن شاء الله يضبط. يلا جاهزة يا حلوة؟ يس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قطوة، هاي قطوة. الله، هذه تنفع والله، جوانا بتحبها. حلوين. مام أبغى أبغى أبغى. الحالة أخذوا الثنتين اللي كانوا معها. ها. أيوة 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 أيوة. وشو يا الله. أوه عندها عملية سيرجري. Don't touch. تقول don't touch. Don't touch us. We need our rest. نبغى نرتاح. أنت هي اللي تلاحقني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه جابوا هوسكي جديد. أوه ما شاء الله يا جماله. شوفوا جمال الهوسكي كيف. يبغى يعطينا مسات. لا لا يبغى. زعلان. يا ساتر، شوف يترقوص عشان ناخذه. سبحان الله، يسمون سناو دوغز. لا لا لا، هذه السيبيرية يسمونها صح؟ زعلانين. هذا اللي كان يهاوشني. شوف. شوف اللي جنبك. يا ساتر يا ساتر. صغار. خلينا نشوف القطوة بسرعة. يلا أو جابوا أرانب واجد. وين زوهان؟ الله، وين زوهان؟ وين السلام عليكم زوهان؟ وين زوهان؟ أفا، وش فيهم غيروا الكيجز؟ شوفوا الحزن يا ناس، والله شوفوا الحزن. يا رب لطف فيهم يا رب. ايه هلا والله حزينه. اوه هذولي تعبانات. اوه الحمد لله السلامه. كيفك يوم فلان؟ يوم فلان. يا الله يا حلال صغارها. هاي كيس سيرجري. لا هذه سووا لها عمليه اوريدي. خلاص شوف عيونها تعبانه. سيرجري عمليه. هلا هلا سويده مدلعه. هلا هلا يا حبيبك. تهاوش. ايوه ايوه ايوه. خلاص في قطه ثانيه. اوه في قطه. شوف اظافرها. طبعا التبني هنا من اول كلمه تحس التبني مجانا. هو مجانا الا شوي، يعني هو اذا اخذوا منك فلوس مقابل الرعايه، القفص اللي قعدوا فيه والاكل، فتقريبا بياخذوا منك من 40 الى 50 دولار، يعني حول ال 200 ريال سعودي. عشان كذا هم يقولون اذا تبنيت قطوه نعطيك الثانيه مجانا، يعني تاخذ قطوتين ب 200 ريال. افا فك وفك فك وفك فك. اقول فك. ما ابغى اعورك. طيب وانا التعزيز يا وانا التعزيز. ماش حلوين. جلس يهاوش. ها وشو تعالي. ها وخقت. شوفوا امها. انا اشوفكم. النقزة الاسدية. ايوه
اي سنك انت سنك والله محارس ذا. ايوه القهر زوهان ما ادري وين راح، قفصه فاضي ومعلوماته راحت. نشوف الحين وين راح. اعطونا خبر قبل شوي قال القطوه هذه مريضه الى الان، فنقلناها للمستشفى تتعالج. طب المستشفى حقهم اللي وراه، فلازم نشوف غيرها يا بابا. والله عورت قلبي المشكله. هذه زيها زي زوهان بس معطينا ظهرها. ليش يا صديقي؟ مياو مياو مياو. نرجع مره ثانيه وبنشوف روكي. يعني اليوم حظنا مش ولا بد، يا تكون قطاوة صغيرة عمرها 4 أسابيع تحتاج إلى تطعيمات وعناية كبيرة، أو تكون قطاوة كبيرة عمرها 15 سنة. الله بالخير يا جدي، ما شاء الله 15 سنة هالقطوة. ما أقول لا حسبي الله على اللي تركك يا شيخة بعد 15 سنة، ولا تكون مواليد يبغالك 3-4 أسابيع تنتظر. كيف بنقنع جوانا ان قطوتها مي جاهزه اصلا؟ خليها تنسى. ما تنسى ذيك، بسم الله عليها. نجيب لها ارنب؟ لا وش ارنب؟ هي ايش تبي تسدحها بعد الفطور؟ حتى القطوه اللي كانت تتخبى في البطانيه راحت خذوها. شكرا ابو فيه. هذه عمرها 5 سنوات. ما شاء الله فرندلي، انا اجي عندهم ينحاشون. لا يا حليله، يا الله يا الارانب يا جمالهم. هلا، ها ارتحتي عقب الفطور؟ سمبوسه. اخر محاوله نشوف اذا بكره اذا برا في شيء يستاهل ولا رجعنا بعدين. بسم الله. يلا يلا بابا يلا. ها؟ بسم الله. ماش والله للاسف. حزن ريما، والله يعيننا على جوانا. حتى القطوه زوهان تعبانه، حتى ما نقدر ناخذها بكره. ما ندري والله، انتظر اسبوع اسبوعين ما ندري. نشوف. وبسم الله. طلبنا طلبيه سرير لريما فرايحين ناخذها. بس المكان ما تلاحظين انه غريب شوي؟ مرتب. هذه بيوت. تخيلوا طالبين طلبيه سرير وكذا من بيت. شوف راعي البيت ذا. واخذنا السرير والفرش حق السرير، لكن في لمسه انسانيه من ريما. قالت انا بخلي اختي جوانا تاخذه لانها اختي الصغيره وحرام ما يكون عندها وانا قبل ما ادري ايش. فشكرا يا ريما. ترى جايب لي فلوس عشان كذا. رشوة؟ لا لا لا. انحشنا من جارنا في ميتشيغن معاه سيارة حمراء، ورجعنا لجارنا سيارة أكبر منها لكنها حمراء. الله يعيننا على الجيران. بسم الله الرحمن الرحيم. تدرون وش هذا الجهاز؟ لقيت أكثر تعليقات تتكلم عن هذا الجهاز. تدرون ان هذا سخان المويه للبيت كله؟ تحس انه صاروخ فضائي مو بسخان. وكذا خلصنا سرير جوانا بعد ساعة ونص من الترتيب والتركيب والذي منه. الحمد لله على نعمة الدايركشن، ولو اجيب واحد مثلا يصلح الكرسي، عفوا يصلح السرير، اقل شيء حياخذ 40 دولار. شوف الحمد لله على كل حال، مجودي ابو كشة حذف جهازي من فوق الين تحت. يا قلبي، وانا اصلح سرير جوانا الجديد محافظ عليه لي اكثر من 3 سنوات، لكن الحمد لله على كل حال. الله يصلحها. بنتظر جوانا تجي من المدرسة. والله يعين وش ردة فعلها. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا زين جلستنا. حوسة يا بابا، كشتك ناعمة اليوم. واو هبداي 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 ما تيرلي بورلي. اي الله يستر. اي هذا هو، شوف يصرف، يجي المسا هنا يحطها هناك بعدين يفقع بها. تعال. انا كاني اسمع صوت جوانا. صديق اي هلا حبيبي هلا. اعطيني حق 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 حق. حلو. يغار مجودي. وين عزوز؟
كيف المدرسة؟ مية مية؟ هلا حبيبي، كيف حالك؟ عطني هق 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 هق. اي طيب، اخوك منحاش كالعادة. روح جبه. اي لعبة امس هذه يا بابا. لازم اقول لك على شيء اليوم مهم مرة. بكرة وين بنروح؟ قطوة. قطوة صح. تدري ان القطوة كلمونا انها تعبانة اليوم؟ اي والله يا بابا، اوريكم الفيديوهات. حتى كانت معي ريما، كنت بسوي لك مفاجأة بس طلعت تعبانة والله، ودوها للمستشفى والكيج حقها فاضي. اي والله. فرحانة انتي؟ سهلها انا شنو؟ شكلها فرحانة قاعد تقول ايش فيها ذي؟ لا يا بابا، عاد نروح نشوف قطوة ثانية؟ يا بابا كل القطوات كلها قطوات صغار، كلها صغار 4 ويكس 5 ويكس، يبغى لها تطعيمات زيادة. أنا أوريكم الفيديوهات. عشان كذا يا بابا أقول لك، عشان لا تتحمسي بكرة نروح، مي مشكلة بوديكي كذا بكرة بعده عشان أوريكي كل القفاص قطوة صغار زي خشمك. لكن إن شاء الله يا بابا وعد، أجيب لك قطوة خلاص؟ أوكي. بس يكون أكبر من مجودي. اي طيب. ناخذ جمل خلاص. اوكي، وين رايح يا بابا؟ ماما. طيب شوف، اسمع صوت رجوله بس. هذا حالته. سكرت على اخوك؟ اي ريما كسر الدنيا هذا. بس ليش هذه وريما حبيبتك هذه مسوي انت فانوس رمضان؟ شوف يقول لها باي. اجلس اجلس الله يصلحك. هلا وميما، فديت روحك. الله، اي هذه الزرعات اللي على المطبخ، شوفوا صور لكم اول ما اشترينا الاغراض هذه. ترى يا حبايب هذه الاغراض جدا جدا رخيصه، اخذناها يمكن الوحده هذه يمكن كلفتنا 5 ريال سعودي. يعني السماد على الوعاء على البذور. الله، هذا ما ادري وشو. في منها ثمره بيض ولا شيء دجاج؟ في مجودي، واحده بقدونس وواحده، ايوه الشمس وزهرة. حلو. طيب خلاص نبي نحطها في كبسة. هذه كبسة، اي كبسة لحم. يلا، وين العدة؟ طيب شلون تحطها؟ وين العدة عشان نحطها هنا؟ الله، من اللي زرع ما شاء الله قررة مويه؟ انا. حلو، بيطلع لنا برادة. خذها خذها الله يصلحك. ولا واحد حط نفاخة هناك. وش احلامكم انتم الله يصلحكم؟ في واحد يزرع باللونة. ويلا جبنا لكم، من يبغى يسويها؟ انا 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 انا. خلاص ما تجيبي، يلا تفضل. وين مخرب انت؟ يلا يلا حبيبي كلنا، يلا يلا. الحين نسوي دوار الشمس. دوار الشمس، حلو. طبعا هذه العلب بكرتونتها، طبعا هذه كرتونه على طول تتحلل مع التربه، فما في خوف عليها. جوانا، لانك انت ورده اعطيكي كذبه. اعطيكي الورد. طبعا هذا ورد ان شاء الله بيطلع، بتشوفون قريب. اعطه جوانا. عزوز، انت وش حطيت؟ بقدونس؟ لا كبسه. مخلل؟ كبسه. كبسه، ما شاء الله. وش الثمره ذي؟ لا وش. سبح سبح بجودي. طاحت الورده؟ لا. اي اشوى. تحرك؟ ايه تعال تتحرك. لقينا دودة، شوفوها. put my flower. طيب انتبهي، بيدينك بيدينك، معك القفازات. حلو،
يلا وسوينا الحين زرعتين شطار يا حبايبي. نبغاكم الحين تهتموا فيها كل يوم، اوكي؟ اوكي صديق؟ اوكي. هذا يلعب بحواجبك ما لقى شيء. هديت روحك. نحط لها شوية موية، حطي لها شوية موية يا بابا. حلو. خلاص بس يا بابا. شكرا. صح يا مجودي؟ انت يا بابا انت نحط على شعرك مويه عشان تثمر. اتمنى انكم استمتعتوا معنا في هذا الفلوج. في نهايه هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء سبسكرايب. باي. يلا خلاص. باي. ايه.